وبينضم ليا الكاتب الصحفي الاستاذ علي السيد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، بخير. استاذ علي، يعني حضرتك اكيد سمعت ما قاله وتقدم به الاستاذ محمد صلاح وما تحدثنا عنه، ومش بعيد فكره نظريه المؤامره، ولكن النهارده اصبح ما يحاك لمصر واضح وضوح العيان. اتكلمنا عن ناس بتطلع من جوانا تقول مالكمش حل غير انكم تبيعوا، ناس تطلع تقول او تعتبر ان السندات المصريه اصبحت قمامه، في حين ان هناك سندات اقل لم يتم شطبها في جي بي مورجان. هل انا ببالغ في هذا الشعور؟ لا، حضرتك لا تبالغ في الشعور، هو شعور حقيقي وشعور واقعي، ويعني على ارض الواقع احنا امام بيانات واضحه في هذا الامر، وامام اجراءات يعني الحقيقه فيها حده شديده تجاه مصر. لكن الحقيقه دائما وابدا كلما حاولت مصر ان تصنع مشروعها النهضوي كانت العقبات تاتي من اليمين ومن اليسار، تاتي من جميع الاتجاهات في كل انحاء العالم. كم من مشروع نهضوي مصري تم ضربه، من محمد علي لغايه مشروع عبد الناصر لغايه يعني مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان ظاهر الى العيان للجميع ان مصر بتحقق نقلات كبيره جدا وامامها فرصه ذهبيه لان تصنع مشروعها الكبير والخاص في المنطقه. على المستوى العالمي معروف انه أو لدى الكثير من الدول إحساس أن مصر عندما تقف على قدمين تشكل خطورة، أو عندما يكون لها مشروعها الاقتصادي والسياسي تشكل خطورة على الآخرين، ودائما هذا المشروع يتم ضربه في أوقات صعبة وفي أوقات حساسة جدا، وبالتالي يفرض ليه عليه. ليه مشروع مصري يمثل خطر على الآخرين؟ متى كانت مصر معتدية؟ متى كانت مصر محتلة؟ متى كانت مصر توسعية؟ متى كانت مصر متعالية؟ طبعا في السياسة على مستوى العالم مصر لم تكن في أي وقت من الأوقات إلا حامية لحقوقها، ولم تعتدي على حقوق الآخرين ولا تتدخل في شؤون الآخرين، ويمكن هذه السياسة أكدها قوي أو أظهرها قوي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مصر لا تتدخل في شؤون الدول ولا تساهم ولا تساعد طرف على حساب طرف اخر. لكن حضرتك عارف السياسه فيها الكثير من الخباثه، وفيها الكثير من حساب انه ماذا لو، يعني ماذا لو ان مصر اصبحت قويه وكبيره وقادره، اللي ممكن تشكله. هذه دول تضع حسابات كثيره جدا لدول اخرى، تضع حسابات كثيره جدا للمشروع المصري. مصر دوله كبيره، لو استطاعت ان تتخلص من كل مشكلاتها الاقتصاديه ماذا يحدث؟ هؤلاء يعني في مراكز ابحاث بتطرح ده، وفي دول بتطرح ده، وفي احيانا دول في الاقليم لا تريد ان تكون مصر قويه وقادره على ان تقود المنطقه الى ما لا يرضون عنه. يعني ده موجود، ودايما حضرتك تسال، طرحت حتى موضوع الحوثي، يعني ماذا قدمت تجربة الحوثي لتخفيف الضغط عن غزة؟ هل خففت ليوم واحد بساعة؟ هل قللت عدد القتلى؟ هل أربكت المشهد؟ هل الضرب الأمريكي والبريطاني للحوثي يقلل من هجمات الحوثي حتى؟ لا، حتى ده برضو في مشكلة، في إشكالية، يعني حتى في أنباء كثيرة جدا تحدثت عن أنه القوات البريطانية والأمريكية أخطرت الحوثيين في الأماكن اللي هتضرب فيها. طيب. يعني الحقيقة مسرح جريمة مخجل في عالم السياسه. يعني عندما تسمع مثل هذا الكلام ان هو هيضرب في مناطق معينه، فالحوثي يبقى عارف ان هم هيضربوا في هذا المكان، فلو فيها مخدرات يا فندم. الحوثي نقل الصواريخ البالستيه من صنعاء الى الساحل، فبالتالي مشيت في الطرق الرئيسيه، فبالتالي هم شايفينها بكل ما لديهم من اجهزه رصد. لو كانوا يريدوا ضرب لكانوا ضربوا الصواريخ الباليستية وهي في الطريق، ثم يطلق الحوثي صاروخ باليستي فيقال أنه أصاب سفينة أمريكية ولكنها لم تتسبب في أي أضرار. إيه ده؟ صحيح، كل ده يعني أصبح حقيقة والجميع يعلم. إذا ما يحدث في هذه المنطقة، الجزء الأساسي في الاستهداف
هو مصر، لأنه ما تأثرت إلا قناة السويس. يعني إسرائيل لم تحدث فيها أزمة مثلا في الداخل بسبب أنه المواد عندها تعطلت على البحر الأحمر، لديها البحر الأبيض المتوسط، يعني لم تتعرض لمشكلة في إمدادات ولا في غذاء ولا في غيره. وكمان لم يساهم ذلك في أي في تخفيف أي نوع من أنواع الضغط. وبنسمع الحقيقة جمل وعبارات توحيد الجبهات وتوحيد المعرفش إيه والصبر الاستراتيجي، بنسمع أشياء لا علاقة لها بواقع الأمر. ومصر منغرسة كليا في هذه القضية، منغرسة تماما، وهي موجودة في صدارة الوجه، ومع ذلك بتهاجم. ومع ذلك يطلع العدو الإسرائيلي أيضا يقول إنه مصر منع، وطبعا يعني واضح لكل الناس بما فيهم الأمريكان إنه هذا لم يحدث في مصر، إن مصر لم تمنع على الإطلاق ولم تغلق المعبر نهائي. إذا نرد، يعني لما نقول إن إحنا مش بنشكك في المعاملة، لا، هناك تخطيط كبير يحاك ضد مصر، وحلك إنك تواجه مثل هذه الأمور إنه الشعب المصري يتعالى. وبالتالي لو في إجراءات قاسية اقتصادية يستطيع إن الشعب كمان يتحملها أكثر مما تحمل، يبقى لازم يبقى في مصارحة ومكاشفة للشعب إنه في إشكالية. أنا مش هبيع بالرمز ومش مضطر إن أنا أخضع. ومصر مرت عليها ظروف شديدة القسوة واللي تحملها الشعب المصري، ووقف وقدر إنه يواجه بشكل كبير جدا. إحنا مرينا بظروف اللي عاش ما قبل، يعني في فترة حرب الاستنزاف أو في فترة ما قبل 67 أو ما بعد 67 لغاية ما بعد حتى أكتوبر 73، الناس تحملت ظروف شديدة القسوة وقدرت مصر أنها تعدي وتعبر. إذا عندنا مشروع نستطيع أن نقوله للناس وأن الشعب المصري يفهم أنه ما يحاك ضده في منطقة البحر الأحمر عند باب المندب، عند أثيوبيا اللي عايزة تأخذ أرض الصومال، إلى قضية السد الأثيوبي، إلى ما يحدث في غزة، إلى ما يحدث في السودان، إلى ما يحدث في ليبيا. تشعر أنه النقطة اللي في المنتصف هي مصر، وبلا شك بدون تحليل سياسي عميق، ولا يعني بدون تحليل سياسي عظيم ومعمق قوي، لا، أنت مستهدف 100%. هي لما تروح أثيوبيا تقول أنها عايز تعمل تاخد 20 كيلو متر على أرض الصومال على خليج عدن، هي أثيوبيا محتاجة تبقى عندها موانئ، في جيبوتي بتتصدر عن طريقها وبتتفق مع دول أخرى. ولماذا ذهبت إلى أرض الصومال تحديدا اللي هي أرض غير معترف بها أنها مستقلة، ده جزء من أرض الصومال، بتخلق أزمة، بتحاول أنها تخلق أزمة وتحاول أنها تحصرك من أماكن، حتى يعني طبعا هي ذراع من أزرع دول أخرى سواء في الإقليم أو حتى على مستوى العالم. بلا شك مصر مستهدفة، والاستهداف مش محتاج أي يعني غير أنك تبص على الحتة تشوف المكان. هو يعني اللي بيحدث في السودان ده أزمته تعود بالدرجة الأولى على مصر، لما يبقى في أزمة في ليبيا حتى اللحظة تشكل خطورة ومشاكل على مصر. مشاكل غزة دي مشاكل كبيرة جدا وخطيرة جدا، وأكبر دولة بتواجه هي مصر، وبتدافع عن القضية الفلسطينية باستماتة. هناك محاولة لتسقيط وإنهاء القضية الفلسطينية تماما، والدولة الأولى التي تقف في المشهد لمنع هذه التصفية هي مصر. هذا باختصار، يعني ما نقدرش، لازم نؤمن بأنه في مخطط عميق واستراتيجي وبعيد الأمد، ومش هيحبطه إلا وعي المصريين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الأستاذ علي السيد.